كل ما يعجبك وألبس ما يعجب الناس. قديش تكرر هذا المثل علينا في حياتنا، وأيضا قديش أصبح شعار لكثير من الناس؟ ولكن في وقتنا الحالي وفي الزمن الجديد أصبح هناك معارضين لهذا المثل، وأيضا معللين السبب بأن الاستقلالية ليست بالضرورة أن أقدم نفسي بشكل يعجب الناس. بالنهاية أهم شيء أنا راضية عن نفسي، أنا مرتاحة، أنا ألبس اللي يعجبني، أنا آكل اللي يعجبني، مو اللي يعجب الناس أبدا. حوار جدا جميل، وأكيد الأجمل أنه راح يكون ضيفنا في هذا الحوار أستاذ تراد باسمبل، استشارة التطوير الشخصي. أهلا، نورت. انعكاس نورك، باين رأيك أصلا في البداية. باين رأيي في البداية، واضح أن الموضوع جاي على الجرح اليوم. حلو. طب هل كنت يوم تؤمن بهذا المثل تراد؟ شوفي، أنا عندي مبدأ، الشيء اللي أنا بعمله إذا حلال ما هو، سيبي مبدأ العيب والعادات والتقاليد، لأنه بعض العادات والتقاليد لا تموت للدين بصلة. فأنا طالما بعمل حاجة حلال، ما في حاجة بتأثر على أحد غيري، يعني ما تخطيت حدود غيري، ما حد له دخل فيها. حلو. أنا الآن بسوي شيء شايف أني ما عصيت ربي، لأنه لو بالطريقة هذه حنوصل لمرحلة أنه لا عيب كيف الناس إيش يقولوا لو شافها في الخطوبة. في ناس إلى الآن ترى يتزوجوا هم ما شافوا العروسة، في عادات وتقاليد هنا في المملكة. فإذا أنت تتكلم أنه النبي بيقول، سأل واحد من الصحابة هل نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى يؤدم بينكم. فنبقى نحط مقياس، يعني في عادات جميلة كانت من أيام الجاهلية، نحن ما جايين ننفي عادات وتقاليد، لكن في المقابل في أشياء ما لها دخل في الدين، في أشياء العادة جميلة المكمل عليها من اختلاق المجتمع. مثال يمكن اللي شفتيه انتشر في الهاشتاج الفترة الماضية، مين قال إني لما أروح لزيارة مريض لازم أجيب معي هدية؟ هذه عبادة، وهذا الشيء النبي وصى عليه، وحديث قدسي ربنا يقول مرضت ولم تزرني كيف أزورك وأنت الله، قال ألم يمرض فلان ما زرته. الناس صارت تبطل تعمل الحاجة الصح عشان بكلام الناس الإضافي اللي هم ابتكروه اللي اخترعوه، العادات والتقاليد الإضافية على الشيء الصحيح اللي خلتني أنحرج أروح أزور وأنا يدي فاضية. مو بس كذا، يعني كثير من الأمثال ترادي للأسف كبرنا عليها وأصبحت عادات وواجبات علينا، لدرجة أنه أصبحنا في زمن كلنا متشابهين، نضطر أن نكون متشابهين لأنه المختلف في هذا الزمن دائما يعني محط الأنظار عليه، دائما هو الشخص السلبي السيء في نظر المجتمع ككامل. فهذه حياتنا، هذه حالتنا في البداية. معلش يعني أقول لك مثال، في عالم ألماني اسمه بارهوف يقول يرجع حضرة يمكن المهم. فالفكرة في بارهوف يقول أنه ثلاثة مراحل مروا فيها معظم الناجحين: استهزاء، مقاومة، اتباع. في البداية يستهزئوا فيك، ايش ذا وهذا اللي يسوي كذا وكيف مختلف وكيف تعمل وكيف، بعدين يقاوموك ويطلعوك انك انت تغريبي وان انت جالس تخرب الناس وانت وانت. في النهاية حيتبعوك. الأمثلة على هذه كثير من أيام النبي، أول ما جاب لهم برسالة قالوا شاعر وساحر ومجنون. صحيح. بعدين بدر وأحد والخندق، مقاومة، اتباع. 6 مليار مسلم موجودين، لو انه قال لا او كلام الناس وما كلام الناس كان وقف. لكن الفكرة البشري، يحيى البشري مصمم سعودي عالمي، اول ما جاء يبدا وغير في الثياب انفلتوا عليه الناس وانتقادات على الهواء، لقاء تلفزيوني، واحده انت تخرب رجالنا، ايش هذا بعدين هذا في البدايه استهزأوا، ايش الكلام ما حد حيطالع فيه. مقاومه على الهواء من الناس. جاء الملك عبد الله وطلبوا للقصر وقال له اعطيني ايش فيهم الناس عليك يقولوا له، تخيل يتكلم مع المصمم هذا المختلف رحمة الله عليه. صحيح. وقال له ابغى من هذا تصميم وهذا تصميم، بس صمم للملك. صار الانسان الكويس، صار الانسان الفنان اللي الكل فخور فيه، وصاروا كثير من المصممين ايضا يتبعوه في نفس الوقت. فالفكره الان اللي بتقوله انه ما هو عيب انك سيبك من كلام الناس، اذا كنت عارف اللي انت بتعمله حلال واللي انت بتعمله ما بتتخطى فيه حقوق احد ولا حدود احد. خليهم يقولوا اللي يقولوه، حيستهزئوا فيك في البدايه، استنى، حيقاوموك ويطلعوا عنك كلام ويطلعوا عنك اشاعات، برضو كمل. حلو. حتلاقيهم اتبعوك وانت تصير القدوه اللي الناس يقولوا نبغى نسوي زي يحيى، نبغى نسوي زي فلان، نسوي زي لمياء. جميل جدا. طب تراد خلينا ندخل شويه في حياتك الشخصيه، كلنا بعض المواقف اللي غيرت فيها او اختلفت فيها في حياتك عن الناس، مثل ايش؟ يعني يمكن فكره رياضتي، مشي، اسلوب كلامي، اني انا بتكلم في اكثر من حاجه تطويريه. الناس يقول لك انت تبغى تتكلم في تطوير، تتكلم في رياضه، تتكلم. يا اخي انا انسان متوازن، ما في داعي انه انا ابطل اقول معلومه استفدت منها
عشان انت ترضى انه انا ما اتكلم الا في مجال معين. انت انسانه مثقفه، بتيجي عليكي بيجوك ضيوف كثير، بيجوك بتتعلمي اشياء كثير. اجمل حاجه ترسخ المعلومه وتخليها تصير عاده من عاداتك انك تنقليها للناس. فهذه من الاشياء اللي كانوا الناس ينتقدوها، بس الانتقاد اللي سمعته وبطلته هذا شيء كويس بالنهاية. تراد ليش ينتقدوها؟ بالعكس الناس تنتقد الشيء المختلف عنهم، جميل، زي اللي مو مثلهم، اللي مو متعودين عليه. يعني مثلا زي الهبات الجديدة، الموضة الجديدة في الشباب، البنات يعني يحاولوا أنهم يسووا أشياء غريبة عن مجتمعنا فقط ليلفتوا الأنظار. وهذه أشياء يعني تخرج، خليك صريح شوي بعيدا عن المثالية تراد، تعبنا من المثالية. خلينا نقول الأشياء اللي فعلا أنت في شخصيتك يعني حاولت انك تختلف فيها عن الناس. انا خليني اقول لك حاجه، لا سمعت فيها كلام الناس. أوكي. عشان انا بقول ضد الموضوع. لا لا حقيقي. ليش؟ يعني مثلا طلعت في يوم انا متحمس جدا خارج من النادي لابس كت، ويعني جزء من يديني باين وكل شيء، فطالع اتكلم في موضوع تطويري ومره متحمس عليه. فجاني انتقاد من احد قال لي عفوا بس ما حسيت المظهر يليق فيك وانت تتكلم على جانب تطويري، ما انت يعني مدرب رياضي ولا شخص. أنا شفت الجانب ذا ممكن يكون مناسب. أما فكرة أنه رحت قلت والله أنا اعتذرت على الموضوع لأنه حطيت نفسي مكانه، ممكن ما يحب أهله أخواته وهو جالس يقول لهم تابعوه، يشوفوا النقطة هذه. النقطة الثانية اللي بقول لك ما علي في كلام الناس فيهم، ليش ما تزوجت؟ شكرا. ليش متأخر؟ متى حتتزوج؟ يا جماعة قرار شخصي، حياتي أنا. أنت شايفينك مختلف عن الناس، الشباب من 20-25 متزوجين خلاص. معليش. فأنت غير، كسرت هذه القاعدة طراد. أنا إنسان خطبت يمكن مرتين، ما بدخليني في الحاجة الشخصية. أوكي. خطبت مرتين وما صار نصيب، فأنا داخل في أكثر من فكرة وأكثر من مشروع. لازم هذه تستقر بحيث إنها أنا موجود ولا ماني موجود، البزنس شغال. ما ينفع إنه في بزنس واروح اتزوج واروح شهر عسل الاقي البزنس وقف وناس وموظفين وفريق عمل وقفوا عشان انا ماني موجود. فانا عندي اسباب وما احتاج ابررها للناس. مو كل شخص حاجي اقول له والله انا عشان المشروع الفلاني والفكره الفلانيه. قراري الشخصي. شكرا لنصيحتك، شكرا لاهتمامك ولحبك وحرصك علي، انا اشوفها من ناحيه ايجابيه، لكن في النهايه هذا قرار شخصي. زي لما يدخلوا في كلام الناس، مثلا تزوجت واحده ما خلفت لين دحين، ايش دخلك في خصوصيات الناس اللي مالك فيها؟ ولا النظره للمراه المطلقه وكثير من العادات والانتقادات اللي بتجينا. بس في وقتنا الحالي اللي لاحظته تراد انه فعلا كثير من الشباب وايضا الشابات كسروا كثير من الامثال وايضا العادات اللي تربينا عليها وكبرنا عليها، فهل كان هذا الكسر شيء مختلف وايجابي، ولا انت تشوفه بنظرتك كشاب انه شيء مستفز؟ شوفي، على حسب الكسر اللي ساير. في كسر تقليدي اعمى لاشياء بس شافها برا قام يسويها، وفي كسر جميل جدا زي اليوم كانت احد ضيوف برنامج اذاعي الفائزه بسباق كسر حاجز الزمن في الرياض في حلبة الريم. اسمها ريم، ان شاء الله تكون ضيفه عندك في البرنامج، ضروري تشوفيها. اللي فازت بالمركز الثالث كانت معانا. الفائزه بالمركز الاول ابوها اصلا كان متسابق، اسمها ريم العبود. فريم اليوم يعني حتى والدها في البداية كان الخوف موجود من رأي الناس وإيش حيقول وإيش اللي ساير، بس التغييرات هذه اللي بتحصل لما أنت تتميز وتنجح التغيير قادم. يعني سواء ما دام أنت عارف نفسك عامل حاجة صحيحة ما بتخالف فيها الدين، ما بتعمل حاجة حرام، استمر فيها. لما تتميز، ريم هي الوحيدة على مستوى المملكة الفتاة اللي أخذوها في أكاديمية الخليج، ريم الوحيدة بين 15 شاب، هي البنت الوحيدة كانت في المسابقة أخذت عليها المركز السابع، بعدين على البنات أخذت المركز الأول. فالشاهد من هذا الكسر، ما كان عندنا موضوع فكرة متسابقات بنات. الآن لما الناس يشوفوها اللي كانت مختلفة، اللي استهزأوا فيها وتعرضوا مثلا، ممكن يتعرضوا للعيلة ولا يقولوا كيف وكيف سمحوا لها، اليوم شوفي المدح اللي في الانستغرام لايف عليها، اليوم شوفي كيف صارت هي قدوة. صحيح، وكثير من الأمثال الموجودة لهذه الشباب. لكن اليوم نبي نسلط الضوء على الشباب اللي حابين أيضا أنهم يكونوا من أمثال ريم والكثير من الشباب اللي أصبحوا في الفترة هذه فعلا نفتخر فيهم وقدوة لكثير من بعمرهم. ففي شباب حابين أنهم يطلعوا يروحوا يظهروا مواهبهم، يكسروا بعض هذه القواعد والأمثال والعادات، ولكن عندهم خوف كبير
من الأهل، خوف من كلام الناس، الناس الناس الانتقادات اللي ممكن أيضا تجيهم، إيش نقول لهم؟ إيش نوجه لهم رسالة طرائق؟ يعني مرة ثانية هذا السؤال اللي توجه لريم نفسها، وبأخذها كمثال لأن عمرها 19 سنة وعجبني جدا ثقتها في نفسها. صح. ما شاء الله. فالفكرة إنه في البداية مخاوفك هذه ممكن تضيع عليك فرص حياتك، ممكن تكون نقطة التحول اللي أنت تكون الأكثر إبداعا فيها. ريم ما كانت تعرف إنها البنت الوحيدة على مستوى المملكة اللي تمثل المملكة. ريم الآن جاتها شركات عالمية تبغاها تكون الممثلة لها في برامج مسابقات أخرى. فاللي خليني يقول لك حطي سكين في الجرح ولفي. والله هو ذا اللي أنا بحاول أسويه من زمان. طيب إيش الجرح اللي أبغى أجرحك فيه؟ لو خفت ووقفت حيجي يوم غيرك اللي كان أقل منك سوى الخطوة هذه واستمر فيها وطور نفسه فيها وصار الأميز والأفضل وجاء الناس أخذوا والفرص انفتحت قدامه والناس كلها تتكلم عنه وإنت واقف مكانك، حتقول يا ريتني بدأت أول. الرسالة اللي أتمنى توصل اليوم عندك القرار، أتمنى ما تجي بعد سنة وتقول يا ريتني لما سمعت لمياء في الحلقة هذه أخذت خطوتي وسويت الشيء ما دام أنا عارف أنه مو غلط. على فكرة يحيى البشري كان أول معارضين وأهله، أبوه ما كان مخالف الموضوع هذا، يمكن يسمح لنا أن الموضوع هو طلع في الإعلام على القصة هذه، لكن لما طلع مع الملك عبد الله كان أبوه أول المهنئين وكان فخور فيه، أنت طلعت قدام الملك وسويت ثيابك الملك. فالفكرة أنه ممكن يكون المستهزئين أو اللي واقفين ضدك ممكن يكونوا أقرب الناس ليك. ونفس الشيء أنا حكيت القصة هذه قصة تحديدا على سناب شات وقال أقول للناس أنه فعلا مهما كانت الانتقادات عندكم من البداية، إذا أنتم ما وثقتوا بنفسكم واخترتوا هذه الخطوة وطلعتوا وسويتوا الشيء اللي أنت تحبوه بدون كسر لقواعد يعني شريعتنا الإسلامية، بالنهاية كلنا مسلمين أكيد. وفي قواعد وواجبات علينا ما نتخطاها وكل شيء أكيد بحدود، طالما أنتم عارفين أنكم أنتم راح تسووا الشيء الصح اللي ما يجيب لكم العار بالنهاية وحابين أنكم تطلعوا، لا تخافوا من كلام الناس ولا الانتقادات، لأنه بالنهاية وبعد كم سنة هذول الناس اللي كانوا ينتقدوكم راح يصيروا يتمنوا كلمة منكم. الله لمياء على فكرة بكرة تصير أنت القدوة، يعني أنت في مجالك، الشباب في مجالهم، كل واحد في مكانه، حقيقي بكرة تصير القدوة اللي الناس تجي تتكلم معك تتعلم منك. وأتمنى لما نقول قدوة خذ قدوة في أكثر من مجال، يعني قدوة في مجال تقديم، قدوة في مجال إخراج، قدوة في مجال، وممكن القدوة يكون أصغر منك. صحيح. مو لازم قدوة يعني لازم عندي إنسان مثالي ما يغلط ولا غلطة، إنسان باقي تصرفات حياته كلها كأنه ما شاء الله يعني ولا غلطة، ما في إنسان ما يغلط. صحيح. كلنا عندنا غلطات، لكن من جد لما توصل إنك تأخذ خطوتك تكسر حاجز الخوف أنت حتصير المرجع اللي الناس يقولوا نبغى نصير زي فلان. صحيح. شكرا لك طراد باسمبل مستشار التطوير الشخصي، فعلا نمتعني الحوار معك وأتمنى بالنهاية أن الناس تستفيد ونحن مكملين معكم أخبار منوعات بعد الفاصل.